هذا سائل يقول: إذا رأيت رجلا يسب الدين هل أكفره ظاهرا أم أشهد عليه في المحكمة أم أسكت عنه؟ عليك أن تنكر عليه، فإن عوف بن مالك رضي الله عنه لما تكلموا المنافقون في الرسول والمؤمنين أنكر عليهم وذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت أولا تناصحه، ربما يكون إنه جاهل، ربما يكون إنه، فتناصحه تأمره بالتوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا، فإن أصر فإنك ترفع بشأنه إلى ولاة الأمور. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.